الله يحفظك. الله يجزيك بخير. الحمد لله. عرفت السي محمد الزهري الله يرحمه اللي مات هذه 10 ايام ولا 15 يوم؟ ما تكملش تاسوق السنة؟ لا. واش راك؟ اخو التحيه. ابو اميمه. الله عودي. حضرت جنازه ديال امك؟ كاينه. عندك صديق ديالي بزاف يعني. الله يرحمه. الله تعالى يغفر له ويرحمه. هو اللي كان سافرنا لحقاش نائما مزيك في اسبانيا. هذه البنيه كانت تقرا عندي وتصاوبت على الدهال. تكلمت معي على قبل وسبحان الله عليها. ما تواصلش معايا هو. الله يرحمه. الله يرحمه. خليه. نطلب الله تعالى يرحمه. ما قال لي والو ولكن نطلب الله تعالى يغفر له ويرحمه. واش كاين؟ احكيوا لي. جيب بعد هذاك الكرسي. هذاك الكرسي الصغير. هاو جيبوه هنايا. ملي كنت تقرا عندي انا كان الامام زيد كنت نطلب ديال البعث بصح كنت تقرا عندي في اسبانيا هذه بنيه جزائريه زوج ديالها هذا وواحد المره كانت عيانه وقريت عليها سبحان الله العلي العظيم وطحت طحت الكفايه ها فيك الكفايه ايوا كعرف ذاك فضل الله يتيم يا شيخ فهمت الله يتيم كنت طحت مسكينه وبقيت تكلم معي واحد جنيه فيها ولا على اساس ان عندها سحر معقول وكذا وكذا وسبحان الله العلي العظيم هي هاد المرة جات هادي واحد 10 ايام من جات للتوريد وانا كنت هضرت مع السي محمد الله يرحمه مسكين ايوا وجينا عندك شنو نقول لك هادشي اللي كاين دزتو عند الاخو ها دزتو عند الاخو واحد اللودي دقيقة كنوقع عليها تا هو دابا واه هادي واحد نص ساعة ولا لو كنا نستناوك خو واش صرا لها ما يدير لها الرقية واحد مسكينة بقات تهواج زين فهمت بقات تهواج بقات تزك يعني بواحد الصوت مرتفع هادشي خصو الوقت راك عارف هادشي سوق بشحال هاد سمحنا علو ما خصكش تسولني هاد السؤال تقديري خصو شوية وقت تقديري يعني شحال تجلسو بعدا نتوما ديال الوقت المهم شوف نهضر عليها هي واه في 24 ديك تمشي شوف 24 فهاد السنة يعني باقي لكم 9 ايام نقولو 8 ايام سيمانة تقدر هي تقعد عندي في الدار ماشي مشكل يعني كما انك ناس كنت تحس وقت السنة هذا محسن محمد هو اللي بنى الدار مسكين يعني واخ هذا الجني هذا اللي كيطلع فيها واش كيقول؟ انا قلت الشيء اللي قلت لك يعني شنو كيقول؟ كيقول لك يعني داروا لها السحر ولا كذا ولكن راك عارف يعني عندها السحر معقول انت جزائري انت انا مغربي انا مستغرب اه فهمتك انت وليت؟ ما شاء الله الله يبارك فيكم ان شاء الله زينه تشوف مغربي دي جزائري يلا مع هاد الفيتا اللي راه وقعت يعني الزمان قدام في اسبانيا يعني نعمه نعمه الله يتولي لي عشره ويالف القلوب من كيطلع يعني كيكون هكاك انا في الدار ولا يعني قال لك جيب كرسي كوجي هنا عندي ودني شويه ناقصه يعني كيقولها بلي خاصها تموت يعني دايرها على حساب تموت ضروري خاصها تموت زيد يعني قال لك يعني خاصها تفارق يعني خاصها الطلاق يعني باش باش تبرا يعني باش تبرا باش يمشي يعني هو عاشق البارح هو البارح ملي كان عندي الزوج ان شاء الله لا 11 عندكم ولاد؟ عندنا زوج بنيات جوج بنات شحال في عمرهم؟ 10 سنين و5 سنين مزيان ما عندوش علاقه بشي حاجه ديال الرحم تعطي الانجاب ما لقيتش مشاكل في الولاده لا لا الولاده عندها اعتداءات جنسيه في الليل منه كيحاولوا ولكن ما كيقدروش كتوقع وقعات شي مره؟ لا نهائي هي كتقرا حافظه البقره كتقرا كل يوم يعني ما شاء الله يحاول بصح ما عمره ما كي تلقى قراصي في الحمك زرق لا سولها هي خصها تجاوب عندها غير واحد كدامات زرق وحده زرقاء غير البارح يعني مدورين مدورين كتلقاهم في كتافك في خاضك فهمت كتحلم براسك كتاكلي بالليل كيوكلو كيعطوك اللحم شنو الحاجه اللي كتاكليها بزاف في الاحلام ديالك كي كتصبحي الصباح تصبحي كرشك منفوخة وشبعانة ما قدرتش تفطري فهمت درتي استفراغات درت بصح ما درت استفراغات كنا نديرو هذاك اتاي اتاي فونش يعني كيبات مغلي وفي الصباح كيشربوه باش نهضر على اتاي استفراغات بلا عشوب بلا والو كنت كتقيا مع الصباح تجيك التقيا فهميني ركزي معايا ركزي
ملي كتحلمي براسك كتاكلي بالليل الصباح كتصبح كرشك منفوخه والشهيه ديالك مسدوده ما قادرهش تفطري كتصبح فيك الرضه باغا ترضي كيطيح شعرك بزاف اعطيني الوقت اللي بدا يطيح فيه شعرك تقريبا تقدير عامين 3 سنين 4 سنين اعطيني تقدير حاولي تعطيني تقدير تقريبي قولوا 3 سنين 4 سنين 5 سنين فكاش بديتي تاكلي بالليل فكاش بدات الاحلام ديال الاكل في المنام شي 5 سنين ديال صافي تجلس هنا فكاش بالضبط بديتي تاكلي في الاكل في المنام تقريبا ملي جيت بنتي ماريا هذه شي 5 سنين خمس سنين تقدر تربطي تساقط الشعر مع هذا الشيء اللي وقع لك نتاع الاكل في المنام واخا من قبل انت قلتي لي شحال معاه وانت مريضه درك تقريبا شي 5 سنين خمس سنين بعد ميلاد بنتي ماريا خمس سنين ملي تولدت بنتك ماريا وانت حسيتي براسك مريضه الجني ملي كيطلع كيقول بانه دخل في الفتره اللي تولدت فيها بنتك لا ما كيقولش كيهضرش هاد الفترة انت هاد الفترة هادي اللي تولدت فيها بنتك كاين واحد السيد كانت عنده دجاجة صدقها بقى كيترخ بها بقى كيقول قبل ما نعطي الدجاجة بشهر قبل ما نعطي الدجاجة بعام مور ما نعطي علاش انت ترختي وقلتي حسيت براسي ماشي نورمال وبانت فيها الاعراض والمرض هذه 5 سنين وقلتي لي مور بنتي ماريا هاد الحدث اللي وقع ديال مور بنتك ماريا تقدري تعقلي على النهار الاول اللي حسيتي براسك فيه مرضتي بيسين نهار بيسين نهار بيسين واحد النهار في لابيسين زيد راني عاقله عليها وتوضح مزيان توضح اكثر واني عاقله عليها نهار البيسين تماك فين وطاولي على كرشي تبدلت بوحدي وطاولي على كرشي كان بنتي عندها يلا عام الكل طالك على كرشك اخويا اسامه قاسك لا كان حيت كنت ضغط بقى يطالي على كرشي وتما قالوا بلي عندي شي حاجه في الكرشي تماك بديت انت مرضتي ملي كنتي تعومي في البيسين لا ماشي مرض رحت طحت ماشي مرض حتي تما تصابيتي علاش بالضبط تاكدتي انت باللي تصابيتي ملي طحتي في البيسين لان اللحظه اللي طحتي في البيسين تخلعتي لا لا ما كانش علاقه هذاك يعني انا وصلت لك البيسين في هذاك الاسبوع اللي كنا فيه فاكونس في البيسين تما فين بداني فين هنا في المغرب في المغرب كنتو فاكونس مع شي ناس تعرفوهم مع والدي مع والديك انت والديك وخوتك كانوا راضيين بهذا الزواج هذا يعني كاين رضا بيناتكم كاينش مشاكل نعرفوا بعضياتنا مدة تقريبا 27 سنة كيفاش؟ نعرفوا بعضياتنا مدة تقريبا 25-27 سنة ما شاء الله دابا انت كتحسي بلي عندك شي نبضات في المعدة ديالك؟ نبضات في المعدة ديالي في القلب ديالي في هاد البلاصة غير المعدة كنسول كتحسي بشي حاجة كتلتخ فيها عندها وقت محدد كتبدي تلتخ فيه؟ أكثر شي من كانت تعصب مني كتعصبي ومرات غير بوحدي واخا ملي كنتي طحتي قلتي لي في بيسين كنتو كتعومو غيبت هي واش الزلق طحت ولا طحت بالمس و... لا يعني كتصافي فهمت هذا هو الموضوع واخا هاد الخمس سنين هادي تعقلي على النهار الاول اللي حسيتي بشي حاجه دخلت الجسم ديالك واخا اليامات الاولى كي مرضتي شنو كان يصرا لك الزعاف يعني مثلا نهارات الاولى فوقاش حسينا نهارات الاولى يعني انا كندخل للدار كتشوف حد يعني كتبقاش عاديه ماشي انسانه نورمال حنا ديما متفاهمين فهمت كتدخل كتصيب بحال مره واحده اخرى كتكون مزيانه من كيقرب يمشي للدار نبدا نترول واخا نسبه الشك ديالك انت كانسانه مريضه غير هذا الاحتمال لا يسمن ولا غير يصح لا باس تقولي لي نسبه الشك ديالك ان هذا سحر مش حال النسبه المئويه على حسب ما شفتي على حسب ما شتي وما راكي عايشه حسب الاحساس ديالك اللي شتي ولا راكي عايشه يقدر يكون مصنع من الجني عباره عن كذبه اعطيني الاحساس ديالك بعيد على اللي شتي سحر بالنسبه لي علاش قلتي سحر علل مثلا علاش قلتي سحر ما قلتيش لا قدر ما يكون سحر انا ما عنديش اعداء مثلا صح كاين حسات هي خصها تقول تعطيني تقديرات إلا كان إلا فهمت الحاله مزيان غادي نقصوا الطريق انا عندكم سيمانه ما هاد الاسئله ما نسولهاش نبدل رقي اليوم غدا اليوم غدا ونكتشف راسي فهمت تفضلي علاش قلتي هذا سحر حيت اصلا في العائله كاين السحر كاين اللي كيدير السحر في العائله ديالكم
لا ماشي يعني وضحي الوالدة خويا كيفاش الوالدة كل شي واكل تو ما مرضى كلهم عندهم سحر مأكول وشكون اللي كينسبوا له هاد الشيء هذا اللي داير لهم هاد الشيء هذا لان سحر مأكول راه مادة صنعها بشر مخلوق فهمت عندكم شكل شي طرف من انا مانيش بلا ما تقول السميه غير انا مانيش عارفه واش انا الجهه ديالي بحال الجهه تاع والد تاع ما وخويا فهمتك يعني الجهه تاع ما وخويا واحد السيده يعني باينه وسيد ربي فتحها في دارها وهاد السيده هادي تلاقيتي معها انت هاد الفتره ديال الزواج ديالك تلاقينا مع هاد السيده هادي عرضتكم شي عرضه مثلا في الناس في الدار تاعها وكانت تلزم يا ما شاء الله يعني عائله والله احنا شوف ان بعض الظن ايتم احنا ما ذكرناش الاسم ديالها الا ذكرنا الاسم ديالها تسمى غيبه كاين دابا لحد الساعه حنا نعقبوا صرا حنا ننقبوا ونعقبوا هذا ما كان هاد السيده هادي مش شنو الادله اللي تبتت عليها انها هي كانت دير العائله ديالكم كاين شي حاجه تبتت عليها 100% لا ماشي هو الراقي اللي كان يرقينا يونس في بلجيكا من كنا عندها كان من حنا نطيحوا يعني هي كانت تطيح حتى هي طيح هذا ماشي مقياس كتحكي على الخاتم من تحت وهضر معاها هو بلا ما يقول لنا وحاول انه قالها هذا الشيء اللي راكي دايرها لهاد العائله يعني هي ما اعترفتش ولا اعترفت حايديها اعترفت بس ما حايدتش انا اعترفت باللي دارت هي هادشي مزيان هي وراجلها تاني اعترف باللي مين جيتو بلجيكا ديتو هاد الشيء معاكم وانت متاكده باللي مشيتي لبلجيكا تما وقع لك هادشي انا مانيش عارف واش هضر على نفسي انا ما عرفتش انا من العائله تاع الزوج ديالي واش من العائله تاع دابا نتوما عندكم الشك في هذه علاش مشيتوا عندها ما كناش عارفين يعني عاد عرفتوا مزيان صح حنا من كنا نديروا هكا الرقيه مره كاين الناس بحال نديروا الرقيه مره هكا يعني كل شيء السحر قال لك مخدوم هنا في وجده كاينه في وجده الجيني كي يقول ديالي ماشي كيما الحاله تاع الجيني اللي فات لي بي سي هي مخدومه هنا في وجده قول لي خويا لقيت عليها هذه المره مؤخرا تقريبا قرن يعني عرفت فشيتونا مع كان يتحقق حتى كذا كما جاء هو اللي كتكلم فيها هي ارفع صوتك يعني هو اللي هذا اللي كيتكلم فيها لكن العلم عند الله ان بعض الظن اذن كيقول لك بانه واحد السيد ولد خالت هذا هو والام ديالو يعني على حسب هما اللي كيقول غير باش نساعدك انا في مزيان باللي هما داروا شي حاجه هنا في سيدي معاف سيدهم معاف سيدهم يعني شوفي في هذا الكلام اللي قالوا زيرك صح مزيان هذا سيدي سي محمد غير باش نقرب لك المعنى واخا هاد الصديق ديالك انت كان عندك معاه الصديق ديالو ولد خالته كان عندك معاه شي مشكل كان ساعدو اكثر ما كان ساعد خوتي وفي نفس الوقت هو كيغير مني في الدار ديالي كيهضر فيا يعني كيغير مني وانا كنساعدو نعطيه فلوس نعطيه طوموبيلات نعطيه يبيع هذا السي محمد يعني هذا الشيء اللي نقدر نقول لك وحاجه الاخيره اللي نقول لك ملي كندخلوا للدار ديال الوالديه ملي كتدخلوا ديال الوالده كتبغي تموت حتى كنخرجوا نمشيو للدار ما عاد كتبقى تنفس شويه ومثلا لازم رجعنا للدار ديال الوالده كتروح حتى حد بغيت تخرج بقى القلب يضرب والمعده هاي ديجا هضرنا عليها هي تضرت ما تسوني شي حاجه على مساله الرقيه كانت دير ولا ما نقدر نعطي خويا نفيد في شي حاجه احنا مزيان اجل الله سبحانه وتعالى غادي يوفقنا الله المشكل الكبير ملي كندخلوا للدار كيما قلت لك سي محمد الدار تاع الوالدين تاوعي كتاثر بزاف 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 هي اصلا دابا ملي كنشوف هذاك الاسم هذاك السيد هذاك الشخص تشوفه هنا ما تقدرش تقراو باش تشوف فيه والعلم عند الله غادي نبداو كي غادي نكملوا هذه الحصه غادي نخرجها وغادي نهضر معاكم صافي ونعطيكم رايي نعطيكم نسبة تقديرية نتاع الوقت نسبة تقديرية ليست يقينية فهمت مجرد تقدير وصافي اصبر دقيقة قبل ما نجبد الاسم الشخص هذاك والمرأة تأثرت إلى
بليز انفصلي خلي كراسها تما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. هز كرسي هز كرسي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمين الأكملين على إمام الهدى أشرف الأنبياء وأتقى الأتقياء محمد النبي الأمي الصادق الطاهر التقي النقي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحجلين صلاة تامة كاملة أبدا ملء السماوات والأرضين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، صل على سيدنا محمد الشفيع المشفع. اللهم صل على سيدنا محمد الذي بذكر اسمه تنحل العقد وتنفرج الكرب وتقضى الحوائج. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة تامة كاملة أبدا ملء السماوات والأرضين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد والفضل والمنة والكرم والجود والثناء، عظيم المجد والجاه لا إله إلا هو، من أطاعه فاز ربح بيع الدنيا والآخرة وفاز، ومن عصاه ضل وزل وغوى وفي الظلمات هوى. الحمد لله رب العالمين الذي يرى ما لا نرى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في أجساد الخلق ولا في الوراء. الحمد لله رب العالمين الذي يعلم السر والجهر والخفاء. الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحمد لله الذي يعلم ما تكن الأنفس وما تبدي. الحمد لله الذي يعلم عد الذرات في الكون والأرض والمجرات. الحمد لله الذي أحصى كل شيء وعده عدا. الحمد لله الذي لا يغفل ولا ينام، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الحمد لله رب العالمين عالم الأسرار والخبايا والخفايا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في كل حال وحين. الحمد لله في كل وقت وحين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي يراكم ويعلم سركم وجهركم، لا يخفى عليه شيء من أمركم ولا حالكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي يمهل الظالم ولا يتركه ولا ينساه. الحمد لله الذي قال وأخبرنا في كتابه العظيم وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله رب العالمين الذي يرى كل جنين وشيطان، الذي يرى كل خادم وخادمة، وساحر وساحرة، وعاشق وعاشقة. الحمد لله الذي يراكم ويرى عدكم وعددكم، ولا تخفى عليه أسراركم ولا أسحاركم ولا قوتكم ولا ضعفكم. الحمد لله رب العالمين الذي خاطبكم في القرآن ووعظكم وذكركم وحذركم، وجعل للجنة التي عرضها السماوات والأرضين الصالحين منكم. الحمد لله الذي جعل النار للطالحين منكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. ومهما على ظلم الظالمين
وكفرت المخلوقات التي كلفها الله سبحانه وتعالى بالعبادة. خطاب من الله لكل مخلوق خلقه بالعبادة كلفه وأمره ورصاه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضروا الله شيئا. ولأن الله رحيم قال: إن الله لا يرضى لعباده الكفر. فمهما على كفركم، مهما بغيتم واعتديتم وآذيتم وظلمتم، وكل هذا في حق أنفسكم أولا، ثم في حق المسلمين ثانيا، فهذا لا يغير في ملك الله وقدرته وحكمه ومشيئته وأقداره شيئا. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته باللين والكلمة الطيبة بالتي هي أحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم بادئا ببدء وفي بداية هذا الأمر أن تلين قلوبكم وتخشع وتخضع وتتوب لله رب العالمين، وتعود لله رب العالمين، وترجع لله رب العالمين، وتنتهوا عما تفعلون، وتتعظوا بمن فات قبلكم وانقضى وأكل الدود تحت الترى أجسادهم وأجسامهم، كانوا أشد منكم قوة وآثارا في الأرض، كانوا أبطش وأعلى وأعلم منكم، منهم من قال لسليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فمهما عليتم وارتفعتم وبلغتم من القوة والعزة والجاه والسلطة، لن تعودوا إلى ما كان عليه أسلافكم وأجدادكم من قوة وعزة ورفعة وبطش وآثار في هذه الأرض. فمع الأزمان ومع الأعوام ومع العقود ومع السنين تتلاشى الأبدان وتتلاشى القوة وتتلاشى الأملاك والملوك، كل شيء يفنى ويبلى يوما بعد يوم، القوة تنفذ وتزول يوما بعد يوم، تتغير المخلوقات في شكلها في طبائعها في قوتها في جاهها في سلطتها، لا يبقى شيء على حاله، لا يبقى شيء على حاله إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كل هالك إلا وجهه. ومصير المخلوقات كلها على هذه الأرض لقوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كل يهلك، كل يفنى، كل يبلى، كل يتلاشى، كل يضمحل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تغتروا. إذا عرضتم على راق في حصة وحصتين سنة أو سنتين أو حتى قرن، اعلموا علم اليقين أن هذا لينقص من قوة القرآن شيئا، هذا لينقص من قوة استجابة الدعاء وقول الله سبحانه وتعالى شيئا، هذا لا ينقص من عقيدة المسلم في يقينه بربه أن كل ما يصيبه خير بأمر الله سبحانه وتعالى. فاعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أكبر منها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه سنة ابتلاء، إذا أحب الله عبدا ابتلى، والمؤمن مبتلى في دينه، ولكن لما يكون هذا الابتلاء على شكل جني مكلف بعبادة الله فيسمى الجني المأمور بالعبادة والطاعة مثل الإنس، يسمى في نهاية مطاف عمره بمرض، هذه منقصة لقدره ومنقصة لوزنه ومنقصة لشأنه. أنت تكون بجاهك وقدرك وعقلك وعلمك وقوتك حتى تصير خادم سحر، كلبا مسيرا عند شيطان أو ساحر أو ساحرة، مذلولا رخيصا تسمى عند عوام الناس بمرض، فهذه قمة الذل والذلة والهوان والحقار والسمار. فأنا الله تعالى أعلى وأعلم، أتمنى وأرجو وأحس وأدعو من كل قلب التوبة والهداية لكل جن أنت وغيرك قبل العذاب قبل الألم. ربما قد تصبروا على حر عذاب ساعة أو ساعتين، ربما قد تصبروا على رقيات، ولكن لن تصبر على ألم النار التي يجرها 70,000 ملك في كل زمان، 70,000 ملك يجرونها
يؤتى بالنار يوم القيامة ولها 70,000 ملك يجرونها من كل زمام تزفر وتنفر. هاد النار ما يقد عليها التنخلوق لا جني ولا إنس لا أنا ولا أنت ولا غيرنا إلا صبرت على حر القرآن الذي أحصاه الله جل وعلا في 60 حزبا. القرآن أحصاه الله في 60 حزبا كتيب وقال في طيات هذا القرآن آية عظيمة كلما تذكرتها علمت عظمة الله وعلم الله ومن هو الله وقدر الله سبحانه وتعالى. القرآن الذي أحصاه الله في 60 حزبا ونقرأ عليكم منه ما تيسر من كتاب الله ما هي إلا آيات بينات طيبات مباركات. ولكن هذا القرآن الذي يصرع الجن ويعذب الجن ويؤلم الجن وينهك قوة هذا الجن ويبطل سحر هذا الجن ويفر منه الشيطان فرا هو السلاح الحاد قطع رقاب الظالمين المعذب المؤلم لكل شيطان زاني أو خالف. قال ربنا سبحانه وتعالى فيه وهنا نلمس عظمة الإله لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله لا إله إلا الله. تصور فكري لكلمات الله العظيمة إذا وصفناها بهذه الآية شيء لا يعد ولا يحصى لا تعده العدادات ولا تتصوره عقول المخلوقات إنه الله جل في علاه. علمه مهما بلغ علم السحرة من على الأرض جميعا جنا وإنسا حتى إبليس يدعاه خدام وعشيرته وزمرته لو اجتمعوا جميعا على أن يستوعبوا عظمة كلام الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى فقد تفكرا وتأملا وتدبرا لن يصلوا إلى نهاية. كهذا الكوكب الشاسع الذي يحيط به ظلام واسع في سماء أولى مهما بلغ علم العلماء وتطور المتطورين من أجهزة وعلوم فلن يصلوا إلى ما يوجد وراء الظلام المحيط بهذه الكواكب. علم الله فقط في السماء الأولى. أدعوكم إلى لا إله إلا الله من قالها فاز من قالها ربح ونجا من قالها غنم من قالها إيمانا عقيدة يقينا قولا بالقلب واللسان والجوارح إحساسا وفعلا وتطبيقا قلبيا وبالجوارح قد يغفر الله لك كل ما فات كل ما قضى أو فات. التوبة تجب ما قضى وأن تقول لا إله إلا الله إذا قلتها بقلبك. الإسلام اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح إذا طبقتها غفر الله لك كل ما قضى. وهذا ما ربانا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكلما وعظنا الكافر الظالم من الجن نعظه تطبيقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله على يدك رجلا خير لك من حمر النعام أولا وثانيا اقتفاء لخطى وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثا يقيم عليك الحجة وإذا أقيمت عليك الحجة لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لأنه لا حجة لكم أمام الله سبحانه وتعالى إذا دعيتم. إذا وقفناكم على الحق الذي ليس بعده إلا الضلال المبين الذي لا يعلم ليس كالذي يعلم فالذي لا يعلم قد تعاد له حياة بعد الموت ويبعث فيه نبي بعد الموت ولكن الذي يعلم وعلم أن هذا هو الحق وقرئ عليه القرآن ودعي للإسلام وذكر بحر النار وعذابها وحق الخلد فيها وذكر بالجنة ونعيمها وطولها وعرضها وما فيها وبعظ وحذرناه مما ينتظره من عذاب أليم من رب عظيم وسمع القرآن وخشاع له قلبه وارتعشت لذكره جوارحه ونحن نتكلم على جني
يتميز بميزة الإحساس بألم القرآن ليس كالإنسان. إذا قرئ عليه القرآن وهو ظالم يصرع يتخبط يتألم، هذه حجة كبيرة عظيمة، لأن القرآن ليس له خلقان يضربونك حتى تتألم هذا الألم، ليس له أعوان أو طلاسم أو جداول تلقى فيأتي خدام فتصرع بضربه، هي كلمات تسمى كلام الله فقط، هي إعجاز تسمى كلام الله فقط، هي قوة تسمى كلام الله فقط، هي ألم يسمى كلام الله فقط، هي إحساس لا يستطيع جني ولا إنسي أن يفسر سبب هذا الألم وهذا الصرع وهذا التخبط الذي يقع على هذا الجني. لأننا إذا تكلمنا بكلام عربي أو قصنا عليك قصة أو رواية أو أحجية أو غنينا لك أغنية هي نفس اللغة نفس الحروف ربما نفس الكلمات، ولكن الفرق بين هذا وذاك، هذا ألقاه الله، هذا كلام الله، هذا كلام مخلوقات الله. ما عندكم ينفد ما عند الله باق. الله عظيم، الله رحيم، الله قوي، الله لطيف بعباده، الله لا يرضى لعباده الكفر، الله خلقكم للعبادة، الله كلفكم بالعبادة، الله أمركم بالعبادة، الله قص عليكم القصص وحذركم وعظكم وأنذركم وذكركم وأقام عليكم الحجة في الدنيا قبل لقائه سبحانه جل في علاه. توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، هذا أولا قبل أن ندخل في معركة يليها عذاب وألم شديد لن يتحمله أي جن، لن يتحمله أي شيطان، لن يتحمله أي ساحر، مهما على قدره وارتفع شأنه وبلغت أسحاره من قوتها وعظمتها لن يتحمله أي عاشق مهما كان حبه وتمسكه بهذا الجسد، لن يتحملها أحد من المخلوقات الظالمة من الجن والشياطين والمغدة. فذكر به الذين يخشون ربهم، من تاب وأسلم واستسلم لأمر الله جل وعلا لا تظلمون ولا تظلمون، ويكون الخروج طاعة لله رب العالمين. ولا نربح معكم شيئا إلا أننا فزنا بمخلوق كلفه الله بالعبادة أن تاب وخضع لله ورجع وعاد. أما إذا بقيتم على ما أنتم عليه واستحبيتم الكفر على الإيمان واستحبيتم الظلم وأذية والعدوان على التوبة والرجوع والإقلاع عن هذا الذنب وهذه الكبيرة وهذه المعصية وهذه الخطيئة، فالعذاب العذاب 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 حتى تركع وتخضع وتذعن حتى تستنزف كل قوتكم. هذه بداية ولكل بداية نهاية، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى ولم يكتب ربنا سبحانه وتعالى لأي ظالم في هذه الأرض خاتمة طيبة، كلهم قصص تقص وتروى وعبر فقط لا غير. وهذه العبر والقصص التي تروى كافية كافية لأن يتوب المذنب عن ذنبه ويستغفر الله ربه. ومن أعظم النعم في هذا الدين الإسلامي أنك لا تحتاج إلى أي شيء مادي ملموس لتتوب، تحتاج لشيء حسي كلامي فقط، أن تتوب بقلبك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتصير كالذي ولدته أمه. ما غاديش تمشي عند بابا تطلعوا فوق ظهرك تمشي على ظهرك تجي تنفق على الكنيسه حتى تسمع، لا يوجد شيء. اذا كنت كافرا ورجعت لله سبحانه وتعالى، المسلم المسلم المؤمن اذا تاب له شروط، رد المظالم الى اهلها، الاقلاع عن الذنب الى اخره. انت كافر مشرك عدو لله اذا شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تصير كالذي ولدته امه كالورقه البيضاء. وهذه الميزه لا توجد في اي دين،
لا توجد في أي دين من الأديان، لن تجدها في أي ملة من الملل إلا ملة الإسلام، إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يتوب عنك وعليك وأن يرشدك إلى طريق الحق والسداد، وأن ينير بصيرتك حتى تعرف الحق من الضلال، وأن نفوز بمسلم لا بكافر مشرك ولي للشيطان. يفرح الشيطان بوجودك معه في النار لتملأ صفوف خطبته في نار جهنم. صلى الله يهديك، الله أن يتوب عنك وأن يرشدك إلى الحق والحقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى صراط سوي مستقيم. وإذا أردت فارفع سبابتك لله رب العالمين، وبدل الأذية والعدوان نبدأها كلاما باللين وبالتي هي أحسن والتي هي أفضل، وتخرج سالما غانما معافى، لا تتأذى ولا يصلك أذانا ولا ضررنا. سبابتك لله عز وجل يا حجة قلتها كذبا يضاعف لك الله جل وعلا بعدها العذاب، وهذه حجة تقام عليك حتى يحق فيك العذاب حقا. أما إذا قلتها بقلبك فلن يؤذيك بعدها القرآن، إذا قرأنا عليك من اليوم إلى الغد، إذا كانت بالقلب وتريد بعدها حلا وتوبة وعودة لله رب العالمين، فبعدها لن تتأثر ولن تتأذى ولن تتعذب. شرط أن تكون اعتقادا بالقلب يقينيا وقولا باللسان وعملا بالجوارح. وهذا ظننا في ربنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب رغم معاصينا ويهديك ونكون سبب في هدايتك وتوبتك. وبدل أن تعمر الخلوات والغابات والقفار تعمر مساجد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصالحين منكم مساجد. ارفع سبابتك وقل معي: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن ملك الناس، إله الناس،
صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يأتي بكم الله جميعا. يأتي بكم الله جميعا. يأتي بكم الله جميعا. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أجيبوا داعي الله. وليس له من دونه أولياء. وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا هم جميع لدينا محضرون.
Allah.
اللهم أبطل حر كل عين نظرت في كل شيء وما بقت نظرت في كل شيء نظرت في كل شيء في كل شيء وما برقت وما ذكرت اللهم اقف حرها كل عين من الإنس والجان كل عين من الإنس والجان كل عين من الإنس والجان عين من الإنس والجان عين من الإنس والجان نظرت وما ذكرت نظرت وما قالت ما شاء الله وما قالت تبارك الله عين اللهم اقف حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها اللهم ازل اذاها ازل اذاها اللهم أبطل عين العائنين والعائنات أخرج عين العائنين والعائنات أبطل عين العائنين والعائنات أخرج حر أعين العائنين والعائنات بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم من سنين عليه ساحر من الجان عليه ساحر من الجان جدد الأسحار في المناد صنع الأسحار في المناد أطعمنا الأسحار في المناد سقانا الأسحار في المناد جدد الأسحار في المناد جدد الأسحار في المناد صنع الأسحار في المناد جدد الأسحار الساحر حيث أتى الله
والجان. اللهم ابطل اسعار الانس والجان. اللهم ابطل اسعار الانس والجان. اخرج اسعار الانس والجان. تبطل اسعار الانس والجان في البطون والامعاء. في البطون والامعاء. الإنس والجان. اللهم أبطل كل سحر من الإنس والجان. بسم الله العظيم الكريم. يبطل كل سحر عظيم. يبطل كل سحر عظيم. مكون ومشروط.
مشروب الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أسرارهم
وابطل أسحارهم وجل حقيقتهم يا رب. دمرهم تدبيرا دمرهم تدبيرا دمرهم تدبيرا دمرهم تدبيرا دمرهم تدبيرا دمرهم تدبيرا دمرهم تدبيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا الحكيم. وقل رب زدني علما. اللهم يا فهم اسمي ما فهمنا ويا معلم داود علمنا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما. رب ما كان صواب من خلق وحدك كان خطا او سهو او زلم سيئه في نفس الشيطان. والله ورسوله فيما براه الله اعلى واعلم. والحمد لله رب العالمين. واسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. كما يا أختي